عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد مدبولي مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة بما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية. وقد تم خلال الاجتماع التأكيد مجددا على أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة.